الذي هو النظام الحالي هو افضل بكثير من هذه المشاريع. واذا اخذنا غير مثال واحد الذي يتعلق بالانتداب، بمؤسسه الانتداب. هذه المؤسسه ديال الانتداب طبعا هي كانت منتقده من طرف القضاة، من طرف الحقوقيين، من طرف الجميع. الحمد لله كاين مذكرات وتقارير ديال الجمعيات الحقوقيه راه موجوده. وهي كانت في ظاهر رسمي بيد شخص واحد، شخص وزير العدل. طبعا الان المشرع عوض ان يقوم بتقنين اما بحذف هذه المؤسسه او تقنينها الى اقصى الحدود، قام بتوسعتها على مستوى الدوائر الاستهدافيه للانتداب.